ومن خطبة له عليه السلام حين بلغه خبر الناكثين ببيعته، وفيها يذم عملهم ويلزمهم دم عثمان ويتهددهم بالحرب ذم الناكثين: ألا وإن الشيطان قد ذمر حزبه واستجلب جلبه ليعود الجور إلى أوطانه ويرجع الباطل إلى نصابه، والله ما أنكروا علي منكرا ولا جعلوا بيني وبينهم نصفا، وإنهم ليطلبون حقا هم تركوه ودما هم سفكوه، فلئن كنت شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه، ولئن كانوا ولوه دوني فما اتبعت إلا عندهم، وإن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم يرتضعون أما قد فطمت ويحيون بدعة قد أميتت. يا خيبة الداعي من دعا وإلى ما أجيب، وإني لراض بحجة الله عليهم وعلمه فيهم، فإن أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافيا من الباطل وناصرا للحق. ومن العجب بعثهم إلي أن أبرز للطعان وأن أصبر للجلاد، هبلتهم الهبول، لقد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب، وإني لعلى يقين من ربي وغير شبهة من ديني.